السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم جميعا إخواني وأخواتي أينما كنتم. كتشوفوا ظلام حتى هنا ما كنبانش لكم، يعني واضح، راه كنشوف في الصورة ولكن ما كيهمش، يعني خارج من الدار. اللي مهم هو الموضوع اللي غنتكلموا فيه. كيهمنا حنا ولا كيهم الناس اللي كيعيشوا في إسبانيا، بالخصوص الناس اللي كنسوقوا السيارات ديالنا، كنعطيهم للناس، الأخ ديالك، النسيب ديالك، لعمك، ولد عمك، يعني الصديق ديالك إلى آخره. هذا كيخلق بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المرات، يعني كتكون شي مخالفه اللي كيشدنا الرادار الى اخره، وكتجينا واحد البريه للدار اللي كتطلب منا باش نكشفوا على السائق اللي كان سايق الطوموبيل ديالنا مثلا في هذاك النهار، الساعه والنهار والتاريخ والكيلومتر الرقم الى اخره. ياك هنا من الواجب ديالنا خاصنا نكشفوا على السائق اللي كان سايق الطوموبيل، شكون هو، وخاطر هنا مفاهمين. ولكن مؤخرا كان واحد الحكم اللي اعتبروه لا الرأي العام ولا الجرائد ولا يعني كاع يعني سميتو التلفازات ولا كل شيء تكلموا عليه، بأن واحد الحكم تاريخي، اعتبروه حكم تاريخي. علاش؟ لأنهم حكموا ضد المديرية العامة للمرور. علاش؟ لأن كاين واحد السيد، كما كتعرفوا الناس اللي سمعوا هذه الأخبار، هذا كان شائع بزاف وتكلموا عليه بزاف ديال القنوات وبزاف ديال الجرائد وبزاف ديال التلفازات إلى آخره. هذه المحكمة أشنو اللي دارت؟ واحد السيد يعني كان شدو الطوموبيل ديالو على شدها الرادار، يعني كان غادي بواحد السرعه اللي هي كبيره كتجاوز القانون ديالها، وعطاو واحد البروسي ديال 300 ديال الاورو وجوج ديال النقاط باش يسحبوهم له من البيرمي. علاش؟ لانه ما بغاش يكشف على السائق اللي كان سايق الطوموبيل ديالو في هذيك اللحظه. اشنو اللي دار هذا السيد؟ دار ابيلاسيون، يعني استانف الحكم لهذه المحكمه هذه، كما قلت اللي هي اللي حكمت لصالحه، حكمت لصالح هذا السيد وقالت للمديريه العامه للمرور ما عندكش الحق ديري بروسي حتى لشي واحد ولا تسحبي النقاط من البيرمي حتى لشي واحد الا ما تعرفتيش على شكون هو السائق اللي كان سايق الطوموبيل في هذيك السياره في هذيك اللحظه. يعني هذا الحكم خلق واحد البلبله وواحد يعني واحد التكهنات اللي كبيره، ودار واحد الضجه اللي هي كبيره. من هذا الفيديو ولا من هذا الموضوع اللي كندير فيه انا دابا، ولا النداء اللي بغيت نوجه للاخوان، لان ما ديروش في راسكم هذه القضيه هذه، لان المديريه العامه للمرور ما سكتاتش على هذه المساله هذه وقالت الكلمه ديالها. الخبر هو عندي دابا، نحطه لكم، ما غاديش ندخل للتليفون باش نقراه، هذا يعني بغيت نهضر معكم هكا مباشره، ومن بعد نخلي لكم الرابط لتحت باش تهزوه وتقراوه انتم هذيك الساعه وتشوفوا يعني التويت اللي حطت المديريه العامه للمرور، لا ديريكسيون جينيرال دي ترافيكو، يعني دارت واحد التويت ولا حطات واحد التويت اللي كتحذر السائقين باش ما يتستروش على السائق مثلا في حالات الى السياره ديالنا ارتكبت شي مخالفه وما كناش حنا اللي سايقين. من الواجب ديالنا خاصنا نكشفوا على السائق شكون هو، سينو غادي نرتكبوا واحد المخالفه اللي هي خطيره. هذا نداء لاي واحد كيعطي الطوموبيل ديالو لشي حاد، نسيبو كما قلت لعمك ولد خوك صاحبك الى اخره، نساو الامر ديال المحكمه، نساو هذاك الحكم اللي حكمت المحكمه لصالح ذاك السيد، راه ما منه والو. يعني المديريه العامه للمرور غسلات يد على ذاك الحكم وقالت لكم انا راه ما عندي حتى شي مشكل، يعني تقولوا حق قال لا، راه الحكم المحكمه حكمته، لا كل ما في الامر هو ما غادي نصيفط لكم واحد البريه للدار الا شدينا السياره ديالك اللي في الاسم ديالك، السميه، التاريخ، العنوان ديال الدار، كل شيء، غادي تجيك واحد البريه للدار وغادي نطلبوا منك باش تكشف لنا على السائق اللي كان سايق السياره في هذيك الوقيته. الا قلت يا ودي السائق شكون هو، فلان فلان والنمره الفلانيه والتاريخ ديالو، يعني والنمره ديال لاكارت ديالو، ديال يعني الدني ولا الريسيدنسيا ولا كما بغات تكون، هنا غادي تبري راسك. ولكن في حاله الا تسترنا على هذا السيد مثلا، الشخص اللي كان سايق الطوموبيل ودار هذيك العمله وتسترنا عليه، هنا غادي نكون ارتكبنا واحد المخالفه اللي هي خطيره اللي غادا تطيح فوق الظهر ديالنا حنا. ما قالوش بالضبط شحال ديال الفلوس، كل ما في الامر هما قالوا غادي تكون تنزل علينا واحد لا انفراكسيون اغرافي. هما اللي نتكلموا على انفراكسيون اغرافي، كنتكلموا على مخالفه خطيره، يعني كيكون الثمن ديالها طالع بزاف، غادي نخلصوها حنا. الحاجه اللي الوحيدة هي ما غاديش يحيدوا لنا البونتوس ولا النقاط، ما غاديش يكون السحب ديال النقاط، كل ما في الامر هو غادي ينزلوا لنا بواحد الغرامة تكون كبيرة جيدة. والحاجة الاخرى ما غاديش يكون عندنا داك الاستفادة من هذيك 50%، كتعرفوا جميع الناس اللي هنا في اسبانيا كنسوقوا الطوموبيل ديالك، ما عارفين هذه القضية،
الا عطاونا شي غرامه ولا عطاونا شي بروسي كيعطيونا في واحد الامتياز ديال نقدروا نستافدوا من 50% باش ينقصونا من هذيك الثمن مثلا ديال هذيك الغرامه. الا عطاونا 300 كيقول لك الا خلصتيها في 15 يوم ولا في 20 يوم الاولى، يعني عن طاعتك ولا يعني عن طاعتك، يعني غادي تخلص النص. في هذه الحاله ما غادي يكون عندنا حتى استفاده، غادي نخلصوها كامله 300 400 500 600 الغرامه يعني اللي جات فوق ظهرنا غادي نخلصوها كامله، ما غاديش يكون عندنا يعني اي استفاده من هذه المساله ديال الديسكوينت. هذا هو اللي كاين. النداء ولا الفيديو كنتمنى يعني ينتشر، علاش؟ لان هاد المديريه العامه للمرور قالت الراي ديالها ولا قالت الكلمه ديالها لو بغينا نقولوا بهذا المصطلح في هذه اللحظه اليوم في هذه العشيه هذه، وحطات واحد التويت وكتنبه السائقين باش ما يطيحوش في هذا الفخ ديال الحكم اللي حكمات المحكمه. يعني انساو الامر بهذا المصطلح، الا جاتكم شي برايه للدار ما عليكم الا تمشيو لاقرب يعني مديريه عامه للمرور ولا اونلاين ولا، يعني هادشي كله راه ولا دابا تقدر يعني تقدر تخوستيفيكي شكون اللي كان سايق الطوموبيل ديالك يعني اونلاين بلا ما تمشي. الا ما قضيتش ولا ما في استطاعتش داك هادشي يعني تقدر تمشي بالطوموبيل ديالك وتقولي ما ودي هاد الورقه جاتني، السياره ديالي في الاسم ديالي كذا، ولكن النهار اللي ارتكبت فيه هاد المخالفه هذه ما كنتش سايقه انا، هل اللي كان سايق ولا هل اللي كانت سايقه؟ وهنا كتبري راسك. هذا هو اللي كاين. هنا اش بغات تقول لنا المديريه العامه؟ بغات تقول لنا يعني التستر على الجريمه ولا التستر على المخالفه كيطيح فوق الظهر ديالنا حنايا بلا طويله. هذا هو اللي كاين اخواني واخواتي، كنتمنى نكون فدتكم، نتمناكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش تستافد الناس، لان الامر مهم ومهم بزاف. هذا هو اللي كاين، بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من شي، وما بغيتش ندخل التليفون باش ما نبقى نقرا لكم هذاك الشيء كامل. غادي نخلي لكم الرابط لتحت ديال الخبر، وقراو وتمعنوا، وانا ما كنقول لكم شي حاجه من راسي، يعني كنقول لكم هذا الخبر هذا يعني بالدليل القاطع. تحياتي لكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.